يا مساء الفل. طبعا هنتكلم في موضوع مهم قوي، مهم انا شايفه يعني مزعل ناس كتير، موضوع البليهي. ايه حكايه البليهي وايه موضوع البليهي؟ كل شويه نشوف قصه وروايه ويعني افتكاسه من افتكاسات البليهي. البليهي لعيب كبير، ولازم تعرفوا ان احنا بنحب الكره السعوديه وداعمين للكره السعوديه، واحنا ورا الاخضر السعودي. لكن عايزين نعمل سؤال للحلقه دي، ان هل انتوا راضيين، سواء هلاليين، انسى بقى انك هلالي، انسى انك نصراوي، انسى انك اتحادي، عايزين نتكلم بما يرضي الله عن اللي حصل مع البليه. وليه دايما البليه بنشوف له مواقف كده؟ شفناها حتى مع ميسي في كاس العالم، شفناه البليه بيعمل حاجات مش كويسه مع ميسي وشويه. هل البليه بيبحث عن اللقطه؟ هل البليه بيدور على انه يتشير؟ مع احترامي يعني، مع احترامي، لو احنا بنتكلم الكوره كلنا زي بعض، مش عايزين يعني نفهم كلامي غلط او تفهموا كلامي غلط. في فرق كبير جدا بين كريستيانو والبليهي. يعني مع احترامي كريستيانو، ما فيش حد في العالم ما يعرفش كريستيانو رونالدو، لكن البليهي مش هيتعرف غير انه اذا كان بيجري جنب كريستيانو، او القناه اللي بتذيع للماتشات كريستيانو. يعني مع احترامي الشديد، عايزين نعرف ان المباريات وصلت ل 120 دولة بتذيع مباريات النصر يا جماعة، وعايزين نعرف ان كريستيانو رونالدو ده باب الخير وشباك الخير للكرة السعودية اللي دخل منه اللعيبة التانية. يعني كريستيانو رونالدو لما جه كل اللعيبة بدأت تيجي، لان انت جبت الكبير. فمع احترامي ما ينفعش البليه اللي بيعمله، بغض النظر مين اللي بدأ، بس مع احترامي فرق شاسع، واتمنى ان يكون في عقوبة مغلظة على البليه، لان مع احترامي انت بتسيء للعيب تاريخ واسطوره. مع احترامي يا بليه، احنا بنتكلم في الكوره، ما ينفعش انت، مع احترامي الشديد، يعني انت ايش تكون جنب كريستيانو كاسم وتاريخ؟ مع احترامي مش بنقلل، بس احنا عايزين نتكلم يا جماعه ككوره، كارقام، كتاريخ، كاساطير. مع احترامي البليه يوم ما يعتزل ولا حد هيعرفه، مع احترامي الشديد، ولا حد هيسمع عنه. لكن كريستيانو رونالدو اسمه اتحفر في التاريخ، وكل الناس سي ار 7 دي مش بالسهل، والناس كلها جت، واللعيبه بنزيما واللعيبه اللي جت فابينيو وكانتو، اللعيبه كل اللعيبه المحترفين ونيمار ما جوش الدوري السعودي الا علشان وجود كريستيانو رونالدو. انت جبت الكبير، انت جبت باب الخير ليك كره سعوديه. طبعا عايزين نتكلم ان الكره السعوديه نتمنى لها التوفيق، ونتمنى التوفيق للكره السعوديه. احنا بنحب المنتخب وبنحب الكره السعوديه، وما شاء الله الدوري بدا، يعني يا جماعه الدوريات العالميه. مع احترامي الشديد، شيل كريستيانو قبل، معلش ما كانش جه كريستيانو، مش هتلاقي اللعيبه دي جت، مش هتلاقي الكم الهائل من اللاعبين الموجوده حاليا، دول كانوا جم. ومع احترامي الشديد كمان لازم تتفق على ان لو دول ما جوش، انت تصنيف الدوري مش هيعلى، الدوري ولا هيتحرك من مكانه. لكن وجود كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو انا بقول الشباك او النافذه اللي اللعيبه الثانيه، اللعيبه المحترفين، سواء بنزيما، كانت، كل بقى اللعيبه، مش عايزين ما ننساش حد، طبعا نيمار، اللعيبه كلها ما جاتش غير لما شافت الكبير، كبير الكوره، عم لعيب العالم، أسطورة الأساطير، بتجري وبتلعب في الدوري السعودي. فعايزين نتفق على إن البليه اللي بيعمله غلط، والحركة اللي عملها والطرد ده كمان غلط. وشفنا الشلهوب كان بيقول له إيه يا جماعة؟ لا، مع احترامي الشديد، أنا عايز رأيكم كناس بتحب الكورة، وناس حريصين على الكرة السعودية، وناس بتحب الكرة السعودية، قولوا رأيكم بما يرضي الله. هل البليه بيجري ورا اللقطة عشان يشتهر والناس تعرفه؟ مع احترامي، إحنا شفنا اللي عمله في كأس العالم مع ميسي، والوقعة اللي وقع فوقه ويشده وبعد كده الزقة. أنت مين أنت؟ مع احترامي شديد، انت حظك حلو يا بليه انك انت جريت جنب الناس دي، حظك حلو، وتشكر السعوديه وتبوس ايدك وش وظهر ان المملكه العربيه السعوديه والقائمين على الكوره وفروا كريستيانو، خلوك تلعب معاه، خلوك تتصور معاه. مع احترامي الشديد، كريستيانو رونالدو ده شرف لاي لعيب لعب قدامه او معاه، لكن انت ما يصحش ان انت بتعمله ده مع كريستيانو رونالدو، ما يصحش. الكوره ما فيهاش التعصب، عايزين نقول يا جماعه، مع احترامك انا بتكلم دلوقتي، الهلال احق انه يكسب، ما فيش فيها خلاف، الهلال لعب احسن لعب، الهلال كان احق بالفوز، لعب خيسوس عمل لعب عالي وتكتيك عالي، وقف
قفل، مفاتيح النصر قفل، ما شفناش اوتافيو ولا شفنا بلوزوفيتش، ما شفناش حاجه، مانيت كانسل خالص، سعود عبد الحميد لغاه، يعني في حاجات كده اتلغت، تاليسكا ما كانش موجود. فعايزين نتكلم لما الهلال فاز، فاز على احقيه وجداره، لكن الموضوع كوره، عايزين نتكلم في الكوره، لكن خارج الكوره لا، ما يصحش اللي عمله البليه، ما يصحش كل فتره البليه يعمل لنا فيلم. ده مع يعني هو واضح كده انه عايز يتشهر وعايز يتعرف، مع احترامي انت البليه ضرب الاثنين الكبار، يعني عمل فيلمين مع الاثنين اساطير الكره اللي لسه عايشين دلوقتي، ميسي كريستيانو رونالدو. فانتوا رايكم بغض النظر سواء يعني اتحاديين اي نادي، هل انتوا راضيين وجمهور الهلال المحترم وجمهور النصر وجماهير السعوديه المحترمه، هل انتوا راضيين على التصرفات والسلوك اللي دايما بيعمله البليه؟ انا غير راضي، واتمنى يكون في عقوبه مغلظه على البليهي عشان يعني انا اسف اللفظ ما يعملهاش تاني، لان انا شايف كده هو استحلاه حتى مع تاليسكا الماتش اللي فات اللي كان في اعتقد نهائي البطوله العربيه. لا، مش كل شويه البليهي يعمل لنا قصه، مش كل شويه يعمل لنا فيلم. فعايز رايكم بما يرضي الله، هل انتوا راضيين على التصرف اللي عمله البليهي؟ هل انتوا راضيين على ان بغض النظر كريستيانو رونالدو لعيب كبير نتحمل، لكن برضه لازم نعرف ان ده لعيب كبير ولعيب فتحه خير على الكره السعوديه واسم كبير اضاف للكره السعوديه واضاف للدوري السعودي والتصنيف الدوري السعودي والقنوات اللي بتذيع للدوري السعودي. انت وصل بك لحل 120 قناه بتذيع عمرها ما حصلت. ليه؟ عشان كريستيانو رونالدو. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت. سلام عليكم.